المملكة العربية السعودية وجهت انذارا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية من أجل ردع تحركات إيران النووية الخطيرة للغاية من وجهة نظر المملكة العربية السعودية والغرب. هذا كله ورد أساسا في إحدى أهم المؤتمرات التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهو مؤتمر السياسات العالمية الذي ترونه أمامكم، وتحديدا من قبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. هو الذي وضح الرسالة السعودية من خلال هذا المؤتمر، وما ذكره ببساطة قال بأن لو إيران لسبب أو لآخر وصلت للقنبلة النووية، فبالنسبة لنا سنعمل نحن وعدد من الدول الخليجية ودول المنطقة لضمان أمننا، بمعنى آخر بأننا سنعمل على الوصول للقنبلة النووية أيضا، وبالتالي قد يشمل هذا الأمر الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الخليجية. وفجأة الولايات المتحدة الأمريكية ستجد نفسها أمام تسلح نووي كبير، ولكنه في نفس الوقت وزير الخارجية السعودي قال بأننا مع العودة للاتفاقية النووية ولكن كخطوة أولى. فالعودة للاتفاقية النووية هي لا تعني بالضرورة بأن إيران لن تصل للقنبلة النووية، وبأننا بحاجة للمزيد من الضمانات بعد ذلك من إيران. فإيران نعم هي تتحدث كثيرا عن مسألة بأنها ستستخدم الطاقة النووية من أجل الأغراض السلمية، ولكننا بحاجة للضمانات. هذه التصريحات السعودية الواضحة جدا في هذا المؤتمر المهم هي تأتي في توقيتات تاريخية بالنسبة لإيران تحديدا وللمنطقة بشكل عام. فإيران الآن تخصب اليورانيوم ولأول مرة في تاريخها في منشأتين نوويتين منفصلتين مستقلتين، وهي منشأة فوردو ومنشأة نطنز بنسبة 60% نسب عالية للغاية، وهي على بعد فقط قفزة واحدة للوصول للتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% التي ستمكنها طبعا من الوصول للقنبلة النووية. وبالتالي واضح جدا أن المملكة العربية السعودية تضع ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فعل شيء تجاه هذه القضية التي وصلت لها إيران في مستوى عالي للغاية، ومن الممكن فعلا أن تذهب باتجاه هذا الطريق في ظل تقارب مع روسيا النووية، في ظل تقارير كثيرة بتقارب مع روسيا في هذه المسألة بإرسال صواريخ بإرسال طائرات مسيرة طلبات على المستوى النووي وغيرها. واضح أن هذا الأمر مقلق بالنسبة لدول الخليج العربي. وفي نفس الوقت وزير الخارجية السعودي كان واضحا أيضا في مسألة مهمة للغاية، وقال بأن عليكم أن تتوقعوا بأن دول المنطقة الآن تفكر في مسألة ضمان أمنها، في رسالة بأننا قد نكون في مرحلة الدراسة هنا. وبالتالي هو ذكر الآتي كما وثقتها وكالة رويترز كما ترون، قال الآتي: نحن في وضع خطير للغاية في المنطقة، يمكنك أن تتوقع أن دول المنطقة ستدرس بالتأكيد كيفية ضمان أمنها. هذه التصريحات أشغلت كثيرا الرأي العام الأمريكي والغربي والأوساط الأمريكية، أكسيوس الأمريكية على سبيل المثال، نتحدث عن البزنس إنسايدر وغيرها. وجدوا التصريحات السعودية هنا خطيرة للغاية رغم أنها قد تعتبر مكررة، ولكنهم وجدوها خطيرة لسبب مهم للغاية، بأنها تأتي بعد زيارة تاريخية للرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية، وقع من خلالها مع السعودية 40 اتفاقية في العديد من المجالات، والاستثمارات من هذه الاتفاقيات وصلت إلى 50 مليار دولار، وهي تأتي بعد اتفاق كبير قد عقد بين البلدين في أكتوبر الماضي، وهو اتفاق على مستوى الطاقة النووية السلمية. وبالتالي المملكة العربية السعودية الآن حققت اتفاقات هائلة للغاية، وفي نفس الوقت هي تعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نفوذا صينيا كبيرا في الخليج العربي هذه المرة، وبالتالي الأمور تغيرت تماما. وهذا هو الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية بحسب المونيتر كما تلاحظون يوم أمس أكدت بأن المسؤولين البنتاغون ومسؤولي المخابرات الأمريكية يراقبون التطورات بين السعودية وبين الصين عن كثب. هم في مرحلة قلق، قلق من ماذا؟ القلق الأمريكي هو يأتي في عدد من النقاط، ولكن نقطتين وقطاعين هي التي تقلق منها الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد وضحها كولين كال وهو كبير مسؤولية سياساتي في البنتاغون في وزارة الدفاع الأمريكية. طبعا الرجل الشهر الماضي كما وثقتها المونيتر كما تلاحظون تحدث ببساطة بأن لو دخلت الصين على
مسألة الاتصالات وعلى مجال الدفاع مع المملكة العربية السعودية، فإن هذا يعني ببساطة أن الصين ستمتلك نفوذا كبيرا وستمتلك قدرات تقنية للتجسس على شبكة الولايات المتحدة الأمريكية، ليست فقط الموجودة في السعودية وإنما الموجودة في الخليج العربي بشكل عام. الأمر لا يتعلق بين الولايات المتحدة الأمريكية ستعادي هذا البلد أو ذاك وبأنها ستفرض عقوبات، المسألة مسألة نفوذ كبير. وفعلا المملكة العربية السعودية لم تعطي المجال للصين. نعم الصين موجودة، أوضحت الرسالة تماما، والرسالة السعودية واضحة بأن الصين الآن أصبح لها نفوذا كبيرا في المملكة العربية السعودية، ولكن في نفس الوقت هي لم تعطي المجال لأي استثمارات صينية، لا في مجال الاتصالات ولا حتى في مجال الدفاع. وهذا ما قد يعطي فرصة واضحة جدا للولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى على اتصال مع المملكة العربية السعودية، أن تفعل شيئا من أجل ترميم هذه العلاقة. فالسعودية حتى هذه اللحظة واضحة جدا بأن لديها علاقة مهمة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهي النفط مقابل الأمن، مسألة مهمة للغاية بين الطرفين بكل تأكيد، فيها احترام من الطرفين حتى هذه اللحظة. ولكن السعودية توضح بأنكم أمام فرصة مهمة، يجب أن تعطونا ضمانات. الضمانات هي في المسألة النووية، كما كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر السياسات العالمية في أبوظبي كان واضحا، يجب أن تكون هنالك ضمانات بأن لا تصل إيران للقنبلة النووية، وإلا فنحن الآن قريبين أيضا مع الصين ومن الممكن أن نصل للقنبلة النووية. الأمر نفسه طبعا يأتي للإمارات العربية المتحدة، وأيضا واضح بأن دول الخليج تبحث عن ضمانات أمنية وأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية ضامنا أمنيا حقيقيا لهذه المنطقة. هذا الأمر كان واضحا من تصريحات في نفس المؤتمر، مؤتمر السياسات العالمية الذي عقد أساسا في أبوظبي من قبل مستشار أو المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وهو أنور قرقاش. الرجل كان قد تحدث عن هذه المسألة وتحدث في إشارة للأوروبيين على سبيل المثال الألمان، قال بأنهم يريدون الانخراط مع الخليج العربي ودول الخليج العربي مرة أخرى، هذا شيء جميل ولكننا لن نتقبل الصفقات هذه المرة، نريد علاقة استراتيجية طويلة الأمد ونريد كذلك ضمانات حقيقية أمنية من الطائرات المسيرة الإيرانية التي تأتي من هنا وهناك، تأتي من اليمن، بعض التقارير تحدثت تأتي من العراق لضرب المنشآت النفطية الموجودة في المملكة العربية السعودية وكذلك المنشآت النفطية الموجودة طبعا في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي الرجل واضح تماما بأن يجب أن تكون هنالك ضمانات من هذه الطائرات المسيرة. الطائرات المسيرة لا تهتم لها الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب عندما كانت تضرب هذه المنشآت النفطية المهمة للغاية، ولكن أصبحت مهمة في الحرب الروسية الأوكرانية الآن. وبالتالي واضح جدا بأن الخليج العربي الآن ودول الخليج العربي تضع شروطا كبيرة لمسألة الضمانات الأمنية، والأمر هو مقلق للولايات المتحدة خاصة وأن البيان الختامي للقمة الخليجية الصينية بحضور الرئيس الصيني بنفسه في المملكة العربية السعودية أكدوا وأرسلوا رسالة لإيران وقالوا ورفضوا تماما كل التدخلات الإيرانية الموجودة في المنطقة بشكل عام، نرفضها تماما. وطبعا وجود الرئيس الصيني يعني بأن الصين موافقة على هذا البيان الختامي، وهذا الأمر طبعا أزعج الخارجية الإيرانية كثيرا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني كان واضحا بتصريحاته اليوم منزعجا تماما من هذه التفاصيل، انزعجوا من الصين وغيرها، ولكن أنت الآن ترى فجأة الرئيس الصيني وكأنه ضامنا أمنيا في ظل هذه التصريحات الكبيرة للغاية، وقد يكون لهم تأثير في العديد من المجالات منها مسألة القنبلة النووية، قد يكون هو الضامن الأفضل من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يا أيتها الولايات المتحدة الأمريكية أنت أمام الفرصة الأخيرة على ما يبدو على المستوى العملي وعلى ما يبدو من طبيعة هذه الاستثمارات وكل شيء نراه من هذه القضية. التصريحات التي جاءت من وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في هذا المؤتمر المهم جاء بعدها مباشرة تقرير صدر اليوم أقلق الغرب كثيرا. هذا التقرير طبعا تداولته أولا الأوساط الإسرائيلية وتحديدا صحيفة معارف الإسرائيلية الأوساط الغربية تناقلتها كثيرا بأن إيران بدأت بنقل اليورانيوم المخصب خارج أراضيها لأذرعها الموجودة في المنطقة للفصائل المقربة منها في تفاصيل خطيرة للغاية، التفاصيل التي ذكرت طبعا بأن اليورانيوم المخصب الموجود في إيران تحديدا
انتقل وذهب بشحنة إلى جماعة الحوثي الموجودة في اليمن، وأن هنالك هذه الشحنات، ويجب أن ننتبه بأن شحنات اليورانيوم المخصب هذه التي يتم الحديث عنها عادة عندما تنقل مثلا إيران الصواريخ، الأسلحة وغيرها لليمن، هي لا تأتي عبر الجو، وإنما هي تأتي عن طريق المياه. عادة تأتي سفينة وهمية أو سفينة مقنعة إن صح التعبير، تأتي مباشرة إلى اليمن وتقوم بتسليم هذه الشحنات، والواضح هم قاموا بنفس الطريقة هذه. ولكن الخطر في هذا التقرير بأن هذه الشحنات التي تعتبر جزءا ويعتبر جزءا منها هو اليورانيوم المخصب قد وقعت بيد تنظيم القاعدة، وتحديدا في محافظة البيضاء اليمنية بحسب هذه التفاصيل، تفاصيل خطيرة. طرف إرهابي الآن معه اليورانيوم المخصب، وها نحن أمام مسألة خطيرة للغاية بأن شحنات من اليورانيوم المخصب تصل أيضا إلى جماعة الحوثي التي تهدد كثيرا بصواريخها البالستية وبطائراتها المسيرة المملكة العربية السعودية، تهدد أيضا الإمارات العربية المتحدة. سبق لهم أن استهدفوا طبعا المنشآت النفطية، وهذا يعني من الممكن أن تأتي الضربات للحوثيين في ظل هذه التفاصيل مستقبلا بشكل خطير إذا ما جاءت الصواريخ وفيها بعض اليورانيوم. هنا طبعا كما نتحدث اليورانيوم المخصب بحسب هذا التقرير قد تكون الضربات فيها فاعلية عالية للغاية، وقد تكون خطيرة للغاية طبعا على الجميع، مما يغير العديد من المسائل التي نراها من هذه الضربات. وأيضا هي تأتي خطيرة أيضا على الحكومة الشرعية اليمنية، قد تغير الكثير هذه التفاصيل، وبالتالي ها نحن فجأة أمام يورانيوم مخصب ينتقل للفصائل المسلحة أو المقربة من إيران. وهذه هي التفاصيل التي ذكرت من هذا التقرير من مصادر في الشرق الأوسط قالت الآتي: سلمت إيران مؤخرا شحنة من اليورانيوم المخصب إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، لكن أجزاء منها سقطت بالفعل في أيدي عناصر تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء. وبالتالي نحن أمام تصعيدا ليس عاديا أبدا من المملكة العربية السعودية تجاه واشنطن. والسؤال هنا: هل فعلا السعودية ستنجح في عملية إجبار واشنطن على تقديم بعض الضمانات، أم أننا دخلنا في مرحلة مختلفة من هذا العالم، ودخلنا في تعدد للقطبية كبير للغاية؟ كان الجميع يتوقع بأن روسيا ستقوده، ولكن على ما يبدو الآن الصين بدأت تلعب أدوارا كبيرة فيه بكل تأكيد.